تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ القائم بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، نظم المجلس الأعلى للبيئة وبالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان ورشة عمل بعنوان التنوع الحيوي وتغير المناخ والحلول التي تعتمد على الطبيعة. وشارك في ورشة العمل ممثلون من 16 دولة ممن لديهم صلاحية اتخاذ القرار وخبراء فنيين ومفاوضين دوليين. سعيا لإيجاد حلول تدعم التنمية الاقتصادية الخضراء، جاءت ورشة العمل التي تأتي في إطار أربعة محاور رئيسية، أولها الفهم المشترك لتأثيرات تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي وكيفية ربطهم بالطبيعة. حقيقة هذه الورشة هي ورشة إقليمية يشارك فيها معظم الدول العربية، والهدف منها هو عمليا تبادل الخبرات والتمهيد لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد بعد عدة أشهر حول اتفاقية تبدلات المناخ. الهدف الأساسي من الورشة هو تبادل الخبرات بين ممثلي هذه الدول وزيادة المعرفة، خاصة فيما يخص بدور الطبيعة في مكافحة التبدلات المناخية. بدوره وجه المجلس الأعلى للبيئة المعنيين من القطاعين العام والخاص والشركاء في مملكة البحرين دعوة للمشاركة في الورشة، حيث ركزت الورشة على كيفية تطوير تعاون دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق اتفاق متبادل أو قرار يتعلق بالحلول القائمة على الطبيعة والتي يمكن للأطراف اعتمادها خلال مشاركتهم في قمة المناخ COP28 المزمع انعقادها بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 من ديسمبر 2023. طبعا كيف ما تعرفوا ظاهرة التغيرات المناخية اليوم أصبحت ظاهرة مركزية تمس كافة أنشطة الحياة وأولها التنوع البيولوجي بشكل عام، ولذلك اليوم حضرناهم باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل إعطاء فكرة عن مدى تأثر البلد بهذه الظاهرة. هذه الورشة تجسد التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وإرساء مساعي المملكة الحثيثة للتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي السلبية، وذلك استنادا على أسس التنمية المستدامة والتي تدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030.